اليوم المحكمة التأمت بعدما استجابت إلى مطلب في تقديم الجلسة، ونحن مقتنعون ببراءة المناوبين وسام وسيم وعبد الحق ومعز، ونراو اللي الملف خال من أي حجة أو دليل يدين المناوبين. اتيان أمر موحش في حق رئيس الجمهورية، وإلى جريمة التحيل وإلى جريمة انتحال صفة، كلها جرائم خطيرة في حين أن الوقائع بسيطة. احنا نراو أن الوقائع بسيطة. حاجة أخرى نقولوا أنه الإعلام والصحفيين والسياسيين تكلموا بكثير من المبالغة حول هذا الملف، فما اللي يحكيوا على ملف تخابر وملف جوسة وملف يهم الأمن القومي، نطمنكم أنه هذا الملف راهو ملف بسيط، لا يهدد لا الأمن العام ولا يهدد المجتمع ولا يهدد أي شيء، هو ملف بسيط بتاع ثلاثة إعلاميين يحبوا يخدموا، هما توا في السجن من أجل العمل نتاعهم. وأدعو جميع الصحفيين إلى الوقوف مع زملائهم في هذه المحمل. إن شاء الله عدنا اقتناع بالبراءة متاعهم، وإن شاء الله المحكمة تستجيب. حاجة أخرى باش ننبهكم لها هو أنه المحكمة اليوم مقيدة بقائمة المتهمين عندها معز ووسيم وعبد الحق، معناها لا يمكن قانونا للمحكمة اليوم أن تضيف متهم رابع ومتهم خامس. النيابة غدوة أو بعد غدوة تعمل قضية مستقلة، إذا كانت تتفطن إلى متهم رابع أو خامس تعمل قضية مستقلة وتفرده بقضية مستقلة. بالنسبة للمحكمة اليوم هي مقيدة بقائمة المتهمين. أستاذ، نص الإحالة نص الإحالة هو التحيل، انتحال صفة، وإتيان أمر موحش في حق رئيس الجمهورية. طلعنا على الملف، نعتقد أنه لا يوجد في الملف ما يتعداش أنه يكون مسألة استقصائية. بعد طبعا نحترم القضاء وسخرية القضاء والنيابة العمومية اللي عندها معناها السلطة التقديرية لتقدير أنه يكونوا موقفين ولا لا. نعتقد أن اليوم يكون قدام القضاء الجديد قدام المحكمة. نعتقد أنه اليوم إن شاء الله يروحوا، على خاطر ممكن معناها ما فماش الجلسة الجمهورية معناها متنازلة، الطرف اللي هو متضرر متنازل، العمل كان فيه طر عمل استقصائي، ممكن فيه يعتقد بعضهم فيه تجاوز من البعض هكا المسألة القانونية. بقى الروح المسألة هي مسألة استقصائية، مسألة ما فيها حتى رغبة للانتفاع من طرف الناس هذوما. مي قالوا معزبة غربية وعايشين في الوجدان تاع تونس، انا صبحوا عليهم كل يوم نعرف شنو قيمتهم. سالت بالك نهار سؤال قلت لهم لو كان توقفوا ممكن في وقت الترويكا ولا قلب مصر المرزوقي رئيس الجمهورية السابق، هل كان يكونوا عندهم نفس المعاملة هذه؟ احنا عندنا خشية على حرية الإعلام، ونعتقد أنه يتلقى سراحهم اليوم باش ينوى جزء من الخشية هذه. الإعلام الحر والحرية هي الأكبر مكسب بعد الثورة في تونس، تونس حياتها ما تبدلتش، حاجة الوحيدة تبدلت أنهم ينجوا يسمعوا في الراديو اللي قالوا ينتقد السياسيين الكل. عنده شهر ونص تم لداوله في مركز وما عرفناش علاش. اليوم نعتقد فما خشية من على الإعلام، نحترموا القضاء ونعتقد أن القضاء باش يكرس حرية الإعلام اليوم. فما حد شيء يبرر هذا الرأي، بالطبع الرأي يقعد القضاء، واحنا نحترموا السلطة القضائية وراء تبقى حسب اطلاعنا منها خصوصا انه كل اللي تم في الملف حتى لو كان فيه مخالفه معناه تم بروح الاستقصاء، تم بروح معناه عمل صحفي. الصحافه وانتم صحفيين من مالك المتاعب وتعرفوا الاخطاء الكل اللي فيها واللي ريسك الكل اللي فيها، ما نحبوش اليوم الصحفيين يكونوا راقبين. المفروض انه حتى اذا كان سير محاكمه تصير والزملاء الصحفيين يكونوا بحاله صراحه، ما تماش موجب لانه الناس كلها تعرفوا انه الايقاف هو اجراء استثنائي، وما تماش حتى شيء في الملف على ما نعلم وسمعت من الزملاء يبرر الايقاف. مسألة المحاكمة هذه كانت محتواها توا هاي مش تصير، وإن شاء الله يروحوا اليوم إذا كان ثم حتى إشكال، لأنه قائمين بعمل استقصائي فيما يخص موضوع يتعلق بشبهة فساد. شكون قدم بهم قضية؟ قضية تنصب ما قدم بهم حتى حد قضية. النيابة العمومية أثرت الدعوة على ما أعلم، أثرت الدعوة من تلقاء نفسها بعد أكيد أجهزة الأمن فطنت إلى أشياء وأثرت الدعوة في الاتجاه هذا. وعبيد عندهم أجندة، وعبيد يسكن أطراف سياسية وتحوس معارك سياسية. عايش يا حمودي.
Ну,